قمنا برفقة مقاتلي جيش الفتح أثناء قيامهم بالقصف التمهيدي العنيف على تلة الخربة في منطقة الصواغية. استخدم في هذا القصف معظم أنواع الأسلحة الثقيلة بهدف التمهيد لعناصر الاقتحام ودخولهم إلى هذه التلة. نصرة لأهلنا في الزبدان، نقوم بدق معاقل النظام في تلة الصواغية بمدافع جهنم ومدافع الهاون بالأسلحة الثقيلة تمهيدا لاقتحامه وتضييق الخناق على الفوعة وكفريا. نحن الآن داخل منطقة الصواغية بعد التمهيد المكثف من قبل جيش الفتح على تلة الخربة والنقاط العسكرية المحيطة بها. من هنا انطلقت دبابات وعربة البي ام بي لجيش الفتح لاقتحام هذه النقاط، اقتحام تلة الخربة والنقاط المتبقية في هذه المنطقة بهدف تحريرها وبذلك الضغط أكثر على بلدتي الفوعة وكفرية. بعد تمهيد مكثف الآن اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي جيش الفتح وقوات النظام وميليشيا حزب الله بهدف تحرير تلة الخربة الاستراتيجية المتاخمة لقرية الفوعة. اشتباكات عنيفة تدور الآن بين جيش الفتح وقوات النظام. معنا الملازم أول أبو يزن قائد عسكري في فيلق الشام، يعطيك العافية أبو يزن. دعنا في تفاصيل هذه المعركة حتى الآن. منذ الصباح الباكر قمنا بالتمهيد في الأسلحة المباشرة وأسلحة الهاون ومدافع جهنم، وتم تقديم الدبابات من محورين ووراءهم عناصر المشاة، وتم منذ الدقائق الأولى الحمد لله السيطرة على الكتلة الأولى من الخربي، ودارت اشتباكات عنيفة في هذه المناطق واستطعنا تحرير عدة أبنية، والآن نحن نسيطر على تقريبا 60% من هذه القرية ولا تزال الاشتباكات دائرة، وإن شاء الله ستكون مستمرة حتى تحرير الخربي بالكامل. ما هو الهدف العسكري اللي بتحققوه في حال تم السيطرة على تلة الخربي؟ طبعا الخربي هي منطقة استراتيجية بالنسبة للفوعة وكفرية لأنها تعتبر كانت حامية خاصرة بالنسبة للفوعة، وإن تم السيطرة على هذه القرية ستصبح الفوعة تحت نيران قوات المجاهدين، وإن شاء الله سيتم قطع الطريق الواصل بين كفرية والفوعة بالنيران. إذا بعد أن اقتحم مقاتلو جيش الفتح تلة الخربة تمكنوا بعد اشتباكات مع قوات النظام من السيطرة على عدة نقاط داخل هذه التلة، والآن معارك عنيفة تدور بين مقاتلي جيش الفتح وقوات النظام بهدف السيطرة على هذه التلة بالكامل. شاهر سماق، أورينت نيوز، من منطقة الصواغية المتاخمة للفوعة.